كثير سجون بالعالم فيها تعذيب واغتصاب للأسف، ولما تواجه هاي الدول بهاي الوقائع وهاي الأدلة الدول بتنكر، إحنا اغتصاب؟ إحنا تعذيب؟ أعوذ بالله، ما حبيتها منك، إحنا عيب. أنا بقورة في حقوق الإنسان، أنا بايونير باحترام الإنسان، أنا بس أمشي بالشارع بخربطوا بيني وبين المذر تريزا وبتصوروا معي. أنا جبت كثير صحفيين يشوفوا السجون اللي عنا وبس شافوا المعاملة قالوا هاي 5 نجوم. كل جمعيات حقوق الإنسان ومؤسسات حقوق الإنسان زاروا السجون عنا، ولما شافوا كيف بنعامل السجناء زعلوا على اللي برا مش اللي جوا، صاروا بدهم يرتكبوا جرائم عشان يدخلوا عنا. عيب عيب، ما حبيتها منك. كل الدول بتعمل هيك إلا الاحتلال الإسرائيلي، بتحكي لهم عندكم اغتصاب وتعذيب بيحكوا لك آه مش حننكر من باب الإنصاف. آه عنا ليه في مشاكل ممنوع من حقنا، والمشكلة אז קודם כל זה מגיע להם, זו נקמה ראויה מאוד, רק חבל שלא עושים את זה בצורה ממוסדת כחלק מה... בזבט, זה מה סמעתו. الغلط الوحيد بالاغتصاب انه مش قانوني وممنهج، لازم نعمله قانوني وممنهج. احنا نستبدل وزارة الاقتصاد ونخليها وزارة الاغتصاب، نستبدل وزارة التربية والتعليم نخليها وزارة قلة التربية والتعذيب، نستبدل وزارة النقل نخليها وزارة القتل، نستبدل وزارة البيئة نخليها وزارة البيئة الحاضنة للمغتصبين والمجرمين والمختلين والسايكوباثيين إلخ 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 إلخ. مش بس هيك، في واحد من المعذبين والمغتصبين فخور بنفسه وزعل إنه شخصيته مش مكشوفة، راح هو كشف شخصيته للعلن وطلب من الناس يعطوه الدعم المعنوي والحب الذي يستحقه ويحتاجه، بس يستحقه أول بعدين يحتاجه. شبات شلوم عم إسرائيل מאיר מכוח 100, שלום לכולם. עלינו להתחזק ולהתקרב ולהבין ולהתאחד כדי לנצח במלחמה הזאת. אנחנו לא מתכוונים לשתוק. נגמרו הימים שהפסקנו ואנחנו שותקים. נגמרו. אנחנו נעמוד על האמת ואנחנו נלחם עליה ואנחנו כאן בשביל החברים שלנו. ואני מבקש מכל עם ישראל, יום ראשון בשעה 16:00 בית ליד, תבואו לתמוך בנו. אנחנו צריכים אתכם. כל עם ישראל באשר הוא. תודה רבה. بكاني يا حرام، تخيلوا انه هذا الانسان البريء عم بتعرض لحملة شعواء ضد الناس الغريبة المتخلفة اللي ضد التعذيب والاغتصاب، فلازم احنا الناس الطبيعيين السويين اللي مع الاغتصاب والتعذيب نوقف معه، نساعده، نآزره. كان معكم الجيش الاكثر اخلاقية في العالم، ابناء النور، الديمقراطية الوحيدة شو بالشرق الاوسط؟ ديمقراطية انت؟ ابناء نور؟ اخلاقيين ولا ولا اخلاقي؟ قد يسألني سائل، اين ام الديمقراطية عن ما يحدث؟ من باب الانصاف، ام الديمقراطية الدعم الأول للاحتلال الإسرائيلي طلعوا وحكوا إنه اللي بيصير مثير ويبعث على القلق الشديد. القلق الشديد ولا قلق شديد؟ هلأ لو الموضوع بس اغتصاب عادي قلق بدون شديد، بس اغتصاب وتبرير اغتصاب وتأييد اغتصاب والمطالبة بالمزيد من الاغتصاب، لا هي قلق شديد، قلقان بشدة. ممكن بايدن جيته رجة من الخرف بس ما ظنت قلقان. نيكولاس شو قصدك؟ الاغتصاب صار اشي عادي؟ مش بس الاغتصاب، الاغتصاب والإبادة الجماعية وقتل الناس بالجملة صار اشي عادي طالما الضحية مش شقرة وعيونها زرق. في فجر يوم السبت الماضي كان في مجموعة ناس في غزة بينهم أطفال جوعانين، ميتين من الجوع لأنه في تجويع، ميتين من العطش لأنه في تعطيش، مصابين ومرضى وما في علاج لأنه في حصار ومنع مساعدات. هدول الناس سمعوا أذان الفجر، فأول اشي لبوا النداء وركعوا لله، فراح الاحتلال الإسرائيلي بسلاح أمريكي قلق قصفهم قتلهم، وكانت هاي آخر سجدة الله يرحمهم. ما في أي طريقة أوصف لكم بشاعة المجزرة وبشاعة القصف إلا أحكي لكم التالي. أهل غزة صاروا يحسبوا الشهيد بالكيلو، صاروا يجمعوا أشلاء وكل 70 كيلو أشلاء شهيد. عندك شهيد؟ تفضل 70 كيلو أشلاء. اختلطت الأشلاء ببعض، ممكن يكون شخص دفن شخص مش فقيده لأنه اختلطت الأشلاء. لا. بس وين المشكلة؟ عادي، هدول الاحتلال الإسرائيلي أبناء النور الأكثر أخلاقية الديمقراطية الوحيدة بالشرق الأوسط، أي إشي بيعملوه مسموح ومبرر عادي، حتى لو بقتلوا أطفال عمرهم لم يتجاوز 3 أيام زي أيسر وإيسل. شو قصتهم؟ خليني أحكي لكم. بهاي الصورة شاب من غزة اسمه محمد أبو القمصان، متزوج وحدة وبيحبها اسمها الدكتورة جمانة عرفة. بعز الإبادة الجماعية اللي عم بيعيشوها في غزة أجاهم 2 أمامير توم. الأم زي كل أم انبسطت وفرحت بأولادها اللي أخيرا أجوا، اللي عم تستناهم 9 شهور بالأسبوع باليوم بالدقيقة بالثانية. بس اختلفت عن باقي الأمهات إنها دخلت في معركة إنها تلاقي مستلزمات لأطفالها، المستلزمات المعدومة في غزة. الأب محمد أبو
القمصان راح يجيب شهادات ميلاد لأولاده عشان يحكي للناس يا جماعة أجاني توم، شوف أولادي أنا مبسوط أجاني توم. بس للأسف رجع ما لقاش أيسر وما لقاش أيسل وما لقاش أمهم وما لقاش جدتهم. ليه؟ الاحتلال قتلهم. وهي القصة مش بس قصة طفلين، لا، قصة 2100 طفل رضيع. 2100 طفل رضيع قتلهم الاحتلال. منهم 115 انولدوا في الإبادة وانقتلوا في الإبادة. أبناء النور، شو يا أمريكا؟ شو رأيك بهاي الأخبار؟ تبعث على القلق عادي ولا القلق الشديد؟ بتحس إنه خلص شبعنا دم أطفال، لازم نوقف إطلاق النار ولا لسه؟ حنوقف نبعث لهم سلاح يقتلوا فيها أطفال بعدين نقلق ولا لسه مكملين؟ شو أمريكا مكملة؟ لأنه أنا كمان مكمل. في عندي أشياء تانية مثيرة للقلق الشديد، زي مثلا بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي اللي عم بيقتحم كل يوم والتاني المسجد الأقصى بصحبة مستوطنين متطرفين وبحماية جنود الاحتلال. شو في أمريكا؟ وشارك وزير الأمن الداخلي إتمار بن غفير في اقتحامات المسجد الأقصى بصحبة أعضاء من حزبه وحراسه الشخصيين. بعد هذا الفيديو رح أحكي لكم خبر مستحيل تصدقوه، ما حتصدقوه. تخيلوا إنه نتنياهو السنكر اللي عمله بن غفير، تخيلوا بن غفير وصل مرحلة من التطرف نتنياهو استغرب واستنكر. تخيلوا. قد تعتقدين يا أمريكا إنه القلق الشديد انتهى، لا، في أشياء تانية تبعث على القلق الشديد. جاهزة تشوفي؟ شوفي مثلا كيف بيعاملوا الأسرة كأنهم حيوانات، حشاهم، كأنهم قرود، حشاهم. بيجيبوا المستوطنين كراتين موز بحطوهن وبصير يرموا عليه، يعني انه قرد بخليك تغلط على اهلك على اختك. جمعونا قدام ابن غفير. زي ما سمعتوا وشفتوا، وزير تابع لحكومه ابناء النور الاكثر اخلاقيه الديمقراطيه الوحيده بالشرق الاوسط عم بيشاهد التعذيب وعم بيشارك فيه. ابناء نور اكثر اخلاقيه، صح يا مهرج الامم المتحده؟ I have been immensely immensely proud to represent my country here, the most moral country in the world. The most moral country in the world. You listen, Palestinian representative. يا حلاوة الظلام إذا هيك النور، يا حلاوة التخلف والرجعية إذا هذا هو التحضر، ويا حلاوة الدكتاتورية إذا هاي هي الديمقراطية. متخلف مش بإيدي، ما بحب أتطلع لتطوركم وحضرتكم، مش قادر، حضرني متخلف رجعي بيئة. يعني كلس أنا مش فاهمك، ليش عم بتوجه رسائل لأمريكا والغرب؟ يعني متوقع إنهم يحمونا أو يعملوا إشي؟ لا طبعاً أنا مش متوقع منهم يعملوا إشي، بس أنا خايف على أمريكا يا جماعة. من كتر القلق الشديد يصيبها توتر، بعدين أنكزايتي، بعدين بانيك أتاكس، بعدين قرحة، بعدين قولون عصبي. خايف عليك أمريكا، التوتر والقلق مش منيح. أما من جهة يحمونا ويعملوا إشي، أكيد لا، هم مواطنينهم، إذا بتم الاعتداء عليهم من صهيوني ما بيحموهم وما بيعملوا إشي، بالعكس بيوقفوا مع الصهيوني اللي عم بيعتدي على مواطنينهم. مش مصدقين؟ شوفوا، في صحفي أمريكي كان بالضفة الغربية المحتلة عم بيغطي جرائم الاحتلال، فراحوا اعتدوا عليه، راح يغطي الانتهاكات فانتهكوه شخصيا. يا سلام، الله يعرفك. لأي واحد حابب يعمل بحث علمي، هي أشكال أبناء النور. على كل حال، قبل ما نختم هاي الفقرة بنحب نحكي لكم ألف ألف الحمد لله على سلامتكم. ليه؟ لأنه في هزة أرضية ضربت لبنان، سوريا، الأردن وفلسطين. الحمد لله على سلامتكم. خلينا نتفق إنه الزلزال هو إشي خطير جدا، بس في جماعة حابة تفرجينا إنها أخطر من الزلزال. أخطر من الزلزال؟ أخطر من الزلزال. مين هذول الجماعة؟ مين يعني؟ النظام السوري. في غيرهم؟ زمان عنكم أبو البيش، وين الغيبة؟ النظام السوري شاف السوريين عم بهربوا من الزلزال فقرر يساعد، مش السوريين، لا، الزلزال، ساعد الزلزال وبلش يقصف الناس الهاربة من الزلزال. والله ما عارف شو أحكي، أصلاً ماليش نفس أحكي إشي. خالدي أدخل أخبار دقيقة في دقيقة. حاول ضحكنا، حاول إذا بتقدر، حاول. مساءكم مزين بألوان البطيخ. اليميني المتطرف تومي روبنسون يطلب من إيلون ماسك اختراع آلة زمنية كي يعود 1400 سنة إلى الوراء لقتال المسلمين في غزوة بدر. طالب منظمو أولمبياد باريس الرياضيين الفائزين بإرجاع الميداليات التي كسبوها، ووعدوهم بإعطائهم ميداليات مغلفة بقصدير ذهبي ومحشوة بالشوكولاتة بدلاً منها. طالب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو البيت الأبيض بأخذ حبوب مهدئة للتخفيف من قلقه المعادي للسامية. بعد الهزة التي أصابت دول المنطقة، تظاهر عدد من المواطنين في الشرق الأوسط مطالبين من يلعب جومانجي بإنهائها بسرعة قبل ظهور الديناصورات.
عاجل، قرر قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميدتي تشكيل قوة خاصة لحماية المدنيين. خالدي هالخبر صد؟ طب مش انه يوقف قتلهم اسهل شوي؟ والله ما ادري، دق له وتاكد. انهي دق له دق له. فهمت؟ انهي انهي. كان معكم احمد الخالدي واخبار دقيقه في دقيقه. ماليش عين احكي يسقط حدا. شكرا خالدي. عسيرة خالدي، خالدي متزوج وحدة من جنوب لبنان زي ما بتعرفوا. عسيرة الجنوب اللبناني، اذا انت من جنوب لبنان وحابب تنزح بسبب الاعتداءات الصهيونية، خليك محلك. نصيحة، خليك محلك، لانه هناك حيدفعوك اجار غالي، مش الضعف ولا 10 أضعاف ولا 100 ضعف، 1,000,000 ضعف، حتدفع الثمن غالي. خليك محلك، اسمع مني، خليك محلك. أي حدا بده يأجر أي حدا من جماعة اللي بيقولوا بيتي فداه، أجرون مش دوبل ولا تريبل، 100 مرة ضعف السعر، تما يلاقوا بيت يسكنوا فيه، سقف يقويهم، وبكرة جاي الشتوية، كرمال تتعلم وتقولوا بيوتنا فداه، فرجوني ساعتها وين رح تقعدوا، خلي هو يسكنكم، على أساس سنخوضوا البحر معك، إيه؟ هلا عم تنبشوا على بيوتنا تسكنوا فيها؟ بمناطقنا؟ لا عنصرية ولا طائفية، انتو طلبتوها هيدي الحرب، انتو تحملوا نتيجتها، مش نحن اللي بدنا نتحمل نتيجتها. الأجارات عم تغلى علينا قبل ما تغلى عليكم كله بسببكم. بدكم هالحرب؟ روحوا تحملوا نتيجتها أو قعدوا بمخيمات. أي حدا بيقول بيتي فدا المقاومة وروحي فدا المقاومة وولادي فداهم، ما له حق يطلب بيت بمنطقة آمنة. انتو بدكم هالحرب، روحوا حاربوا ويلا. ما في باي. شو اللي ما في باي؟ شو اللي ما في باي؟ ما في باي ولا تراي ولا ترابيس. صار لي ساعة متحمل كلامك عشان بالأخير أسمع منك باي. تحرميني من الباي ليش؟ أنا مش من الجنوب، احكي لي باي. باردون سكيزمو. تفضل مسيو. شو هيدا؟ بدي أجر بيت. طيب اوكي بيرفكت. عندنا بالشهر 100,000 دولار ان شاء الله. بي ما البيت ب1,000. صح مسيو، بس هيدا البيت ب1,000 للي ما بدهم حرب، للي بيتهم مش فداه. نحن حسب توصية الصبية اللي فوق لازم اعطيك ب100 ضعف، بدك تفهم 1,000 × 100 100,000. اي ولو شوف شو اللي بدنا حرب، ما بدنا حرب، بيتنا فداه. انا ما بحكي سياسة اصلا. حضرتك ما بتحكي سياسة، هالشي بيرجع لك، بس حضرتك من هونيك فتلقائيا محسوب على هونيك. لا تواخذني 100 ضعف. فيني خبرك خبرية بتصدمك، ان جنوب لبنان بلبنان، واذا صار حرب بجنوب لبنان بيكون على لبنان. شو؟ ما في باي. بتعرفي انت يا صاحبة الفيديو انك احرجتيني جدا. هلا انا محرج بسببك، رح تحكي لي شو دخلك انت؟ ليش محرج؟ طبعا محرج. اليمين المتطرف في بريطانيا عم بيعمل عمايله ضد المسلمين، كيف اواجهه هلا؟ كيف احط عيني بعينه؟ اذا حطيت عيني بعينه بحكي لك ضب اللي عندك اول، شوف اللي عندك اول. شو اعمل هلا؟ ها مش قادر اطلع. في واحد يميني متطرف واقف هناك، مش قادر اطلع فيه. زي مثلا في واحد يميني متطرف في بريطانيا لحق رجل وزوجته بالمنشار الكهربائي بس لانهم مسلمين. لازم ينتشروا، لازم ننشرهم. شو احكي له هاد؟ بسببك انت مش قادر احكي له اشي. احرجتيني انت، شو اسمك انت اصلا؟ اكتبي لنا اسمك بالتعليقات. هيك يا ماري جو فخري، احرجتيني. شو احكي على اليمين المتطرف؟ شو احكي؟ بسببك مش قادر احكي اشي لهذا اليمين المتطرف اللي عم بسب سائق في بريطانيا بس لانه مسلم. تعرف يا ماري جو، هي اسمها ماري جو شكله، او انا سميتها ماري جو مش مهم. تعرف يا ماري جو، هذا النص كله كان كلام موجه لليمين المتطرف. هلا مش قادر احط عيني بعينهم. يو ار ذا بيكوز ماري جو. ختاما، صار من الواضح انه الاغتصاب عادي، وتبرير الاغتصاب عادي، وتأييد الاغتصاب عادي، والمطالبه بالمزيد من الاغتصاب عادي، قتل الاطفال عادي، قتل الابرياء عادي، الاباده الجماعيه عادي، تطهير عرقي عادي، نعتدي على الناس بس عشان دينهم عادي، ننهي الحكي بدون ما نحكي لبعض باي عادي، كله صار عادي. فشو المش عادي؟ نفسي اعرف شو المش عادي. مروه ادخلي فقرتك واحكي لنا هيك حولي اشي بسر القلب. أو حاولي. ناميمي يلا ناميمي. هيدا يا جماعة إيمان خلاف ربحت الذهبية عن الملاكمة بالأولمبياد.
بس طبعاً مثل ما كلنا شفنا البطلة الجزائرية عاشت تجربة كتير صعبة قبل ما تربح، حملات مغرضة، تنمر، تشهير، وا 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 وا. فخلصت من الملاكمة بالأولمبياد وقررت تتلاكم بالمحكمة. رفعت إيمان خلاف دعوة قضائية على اللي ساهموا بالتشهير فيها، ومن بينهم إيلون ماسك وجي كي رولينج، هاي تبع هاري بوتر. لأنه شو كانت ناشرة هيدي الصورة؟ كانت ناشرة صورة لإيمان مع الملاكمة الإيطالية وعم تقول شوفوا هالرجال اللي مبسوط بالأذى اللي عم بيسببه لإمرأة. مهم، إيمان ومحاميها رفعوا دعوة ضد منصة اكس، وبالقانون الفرنسي هيدي الدعوة تعتبر ضد مجهول، فالمحامي تبعها حب يهون عليهم المهمة وضاف الأسماء يعني بشكل محدد. إسا اسم ترامب يبدو أنه مش بارد بالدعوة، بس متوقع أنه يتحقق بأمره بسبب التغريدة اللي كان حاططها، لأنه تغريدته كانت جزء كتير كبير من الحملة. على كل حال مش ناقصه دعاوى ترامب، علي ما يكفي يصطفلوا هالعالم. وهون بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا. بتعرف شو معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام انه الآن كما عودناكم لنعودكم دائما، اترككم مع فيديو الأسبوع. جكارة بخالدي. من وقت ما خلقت ما بعرف كم مرة بحياتي سمعت سيد حسن نصر الله عم يوعد انه قريبا رح يصلي بالقدس. يا سيد حسن اسمع مني وصدقني، انت بعمرك ما رح تشوف القدس، والسبب انه طريقتك غلط ومعقد حياتك جدا وحياة الجميع بالمنطقة. للأسف انا جيت على اسرائيل هاي رابع مرة بصلي بالقدس، ما حدا بيزعجني، ما حدا بيسألني شيء، وطريقتي ابسط من طريقتك. موضوع ما بده ولا صواريخ ولا جيوش ولا مليارات ولا إرهاب ولا استشهاد ولا جهاد. كل المطلوب إنك تروح مثل بني أدمين الطبيعيين، تحجز بالطيارة، توصل على المطار، تجي مسالم محترم حالك، بيحترموك بيحطوك على راسهم، بتصلي بالقدس ما بتصلي بالقدس، ما حدا بيسألك شي. يعني فعلا عن جد والله انت عبقرية اقسم بالله، يعني كيف ما خطرت في بالنا؟ لانه احنا دائما هيك مرات الانسان يعني بيزيد هذا تفكير خارج الصندوق، مع انه الحل مرات بكون هون عند ارنبة الانف. فعلا يعني حل عبقري. خلص بدك تزور فلسطين، غطي عيونك، غطي عيونك على الإبادة، غطي عيونك على الإجرام، غطي عيونك على الاغتصاب، غطي عيونك على قتل الأطفال، غطي عيونك على التهجير القسري والفصل العنصري، غطي عيونك على كل الإجرام، وروح خذ فيزا. اذا مسلم روح الأقصى، اذا مسيحي روح القيامة، وصلي بضمير مرتاح والله يتقبل منك. مين انا لا حكم. مين كان معكم؟ نيكولاس خوري، فريق العمل الصلة الإخباري، واحد واحد. لنا لقاء آخر. باي للجميع إلا أنت، أنت ما إلك باي.